بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الداء والدواء، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله. الدرس الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وذكر ابن أبي الدنيا في كتاب المجابين في الدعاء عن الحسن قال: كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار يكنى أبا معلق، وكان تاجرا يتجر بمال له ولغيره يضرب به في الآفاق، وكان ناسكا ورعا، فخرج مرة فلقيه لص مقنع في السلاح فقال له: ضع ما معك فإني قاتلك. قال: ما تريده من دمي؟ شأنك بالمال. قال: أما المال فلي، ولست أريد إلا دمك. قال: أما إذا أبيت فذرني أصلي 4 ركعات. قال: صلي ما بدالك. فتوضأ ثم صلى 4 ركعات، فكان من دعائه في آخر سجدة أن قال: يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما تريد، أسألك بعزك الذي لا يرام، وبملكك الذي لا يضام، وبنورك الذي ملأ أركان عرشك، أن تكفيني شر هذا اللص. يا مغيث أغثني، يا مغيث أغثني 3 مرات. فإذا هو بفارس قد أقبل بيده حربة قد وضعها بين أذن فرسه، فلما بصر باللص أقبل نحوه فطعنه فقتله، ثم أقبل إليه فقال: قم. فقلت: من أنت؟ بأبي أنت وأمي. فقال: فقد أغاثني الله بك اليوم. فقال: أنا ملك من أهل السماء غابعة، دعوت بدعائك الأول فسمعت لأبواب السماء قعقعة، ثم دعوت بدعائك الثاني فسمعت لأهل السماء ضجة، ثم دعوت بدعائك الثالث فقيل لي: دعاء مكروب. فسألت الله أن يوليني قتله. قال الحسن: فمن توضأ وصلى 4 ركعات ودعا بهذا الدعاء استجيب له، مكروبا كان أو غير مكروب. أعيده من أول. وذكر ابن أبي الدنيا في كتاب المجابين في الدعاء عن الحسن قال: كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار يكنى أبا معلق. نعم، هذا أثر وليس حديثا. فيه أن هذا الصحابي لما وقع في هذا الكرب وأن العدو هدده، فإنه صلى ودعا الله سبحانه وتعالى وتوسل إليه بأسمائه وصفاته، الله جل وعلا أجاب دعاءه. وهذا كما في قوله تعالى: قال ربكم ادعوني استجب لكم، وكما في قوله: أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. قال سبحانه وتعالى: فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فهذا داخل في مدلول هذه الآيات، أن من وقع في كرب ودعا الله سبحانه وتعالى فإن الله يجيبه. أما أنه يشرع أنه يصلي كما قال الحسن، يصلي 4 ركعات ويدعو، يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل من السنة. نعم. وكان تاجرا يتجر بمال له ولغيره. نعم، يكفي اللي بعده. بسم الله. فصل. وكثيرا ما نجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لهم، ويكون قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه وإقباله على الله. نعم، هذا اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه وإقباله على الله سبحانه وتعالى بأن يدعو بإخلاص. هذه من أسباب الإجابة، الضرورة من أسباب الإجابة، والإخلاص أيضا، ادعو الله مخلصين له الدين، من أسباب الإجابة. نعم. أو حسنة تقدمت منه جعل الله سبحانه إجابة دعوته شكرا لحسنته، أو يكون له أعمال صالحة من قبل فإذا وقع في شدة انقذه الله، كما قال صلى الله عليه وسلم: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فإذا كان الإنسان له أعمال صالحة فإنه إذا وقع في شدة يخلصه الله منها بسبب ما سبق له من الأعمال الصالحة، كما قال في يونس عليه السلام: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. كان من المسبحين أي من المصلين،
في حالة الرخاء كانت له أعمال صالحة، فلما وقع في الشدة انقذه الله منها. نعم. أو صادف وقت إجابة ونحو ذلك فأجيبت دعوته. ومن أسباب الإجابة أن يصادف وقت إجابة، مثل ثلث الليل الآخر، مثل الدعاء في السجود، مثل الدعاء في آخر في ساعة يوم الجمعة. هذه أسباب من أسباب الإجابة، أوقات الإجابة إذا صادفها المسلم استجاب الله له دعاءه. نعم. فيظن الظان أن الصغة في لفظ ذلك الدعاء. يظن الظان أن لفظ الدعاء هو السبب، لفظ الدعاء، وليس الأمر كذلك، بل أمور أخرى، أمور أخرى من أسباب الإجابة. وإلا الدعاء هو يدعو فيه كل الناس، لكن أحد يستجاب له وأحد لا يستجاب له، مع أن الدعاء لفظ واحد، صيغة واحدة، لكن يحصل لبعض الناس أسباب استجابوا فيها دعاؤهم، وبعض الناس لا يكون عنده أسباب للقبول فلا يجاب، ولو دعا بالدعاء الذي دعا به الآخر. ليست العبرة بصيغة الدعاء، بل العبرة بالأحوال. نعم. فيظن الظان أن الصغة في لفظ ذلك الدعاء فيأخذه مجرد عن تلك الأمور التي قارنته من ذلك الداعي. يظن أن مجرد لفظ الدعاء يكفي. نعم. وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافعا في الوقت الذي ينبغي استعماله على الوجه الذي ينبغي فانتفع به، فظن غيره أن استعمال هذا الدواء بمجرده كاف في حصول المطلوب كان غالطا. نعم. هذا مثل الدواء، الأمور المحسوسة، الدواء استعمله بعض الناس فيشفيه الله، يستعمله آخر فلا يشفى. والسبب في ذلك أن الذي استعمله وشفي به صادف محله وأخذ المقدار الذي يحصل به العلاج فحصل له الشفاء. يعني هناك أسباب أخرى غير الدواء، فيأخذه بعض الناس ولا يشفى، لأنه لم يطبق الأحوال التي طبقها الأول. نعم. وهذا موضع يغلط فيه كثير من الناس. نعم. ومن هذا أنه قد يتفق دعاؤه باضطرار عند قبر فيجاب. أي هذه قضية شبهة عظيمة، بعض القبوريين يقول دعوت عند القبر فاستجيب لي، فلان دعا عند القبر فاستجيب له، فيظن الناس أن الدعاء عند القبر مشروع وأنه يحصل به المقصود. هذه فتنة، مع أنه ما هو بالسبب هو الدعاء عند القبر، السبب أن الرجل مضطر فأجاب الله دعاءه لضرورته، ولو لم يدعو عند القبر فهو مضطر، أو يصادف وقت إجابة فيجاب، أو قضى وقدر قدر له هذا الشيء فحصل له، لا بسبب الدعاء وإنما بسبب القضاء والقدر. فيظن الناس أن هذا بسبب القبر فيفتتنون بالميت ويدعونه من دون الله، وهذا ليس بحجة، كونه إذا دعا عند القبر يحصل له مقصود وليس بحجة، ولا دليل على جواز الدعاء عند القبر، لأن الأحاديث التي تنهى عن الدعاء عند القبور أحاديث صريحة وصحيحة تمنع من هذا. نعم. يظن الجاهل أن الصغة للقبر. نعم. ولم يعلم أن الصغة للاضطرار وصدق اللجأ إلى الله. نعم. فإذا حصل ذلك في بيت من بيوت الله كان أفضل وأحب إلى الله. لو أن هذا الذي يدعو عند القبر أتى بهذا الدعاء في بيت من بيوت الله كان هذا أحب إلى الله من أنه يدعو عند القبر. نعم. فصل. والأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح، والسلاح بضاربه لا بحده فقط. الأدعية بمنزلة السلاح، هي سلاح، لكن السلاح إذا كان بيد شجاع فإنه ينفع ويقتل العدو، أما إذا كان بيد جبان فإنه لا ينفع، ولو كان السلاح جيدا وقويا. السلاح بضاربه لا بحده، بضاربه لا بحده، كذلك الدعاء بأحوال الداعي لا بلفظ الدعاء فقط. نعم. فمتى كان السلاح سلاحا تاما لا آفة به، والساعد ساعد قوي
والمانع مفقود حصلت به النكاية في العدو. نعم. ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير؟ بأن يكون السلاح ليس حادا وإنما هو سلاح الردي، أو يكون السلاح حادا ولكن الذي يضرب به جبان ولا يحسن الضرب، هذا لا يحصل به المقصود، أو أن المحل الذي يضربه غير قابل للضرب، الذي يضرب حجر أو يضرب شيء لا يؤثر فيه الضرب، هذا أيضا لا ينفع السلاح الحاد، فلا بد من توفر الأسباب في السلاح، كذلك لا بد من توفر الأسباب في الدعاء. نعم. فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح أو الداعي لم يجمع بين إذا كان الدعاء في نفسه غير صالح، هذا مثل السلاح غير السلاح الداثر الذي لا حد له. نعم. أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء، أو الداعي لم يخلص في الدعاء، فإنه لا يستجاب أيضا. نعم. أو كان ثم مانع من الإجابة لم يحصل الأثر، أو هناك مانع من موانع الإجابة مثل أكل الحرام، فالصح أنه من موانع إجابة الدعاء، والاعتداء في الدعاء من موانع الإجابة. نعم. والدعاء بإثم أو قطيعة رحم. نعم. فصل. وها هنا سؤال مشهور، وهو أن المدعو به إن كان قد قدر لم يكن بد من وقوعه دعا به العبد أو لم يدعو، وإن لم يكن قد قدر لم يقع سواء سأله العبد أو لم يسأله. هذه شبهة عند أهل الضلال والمغالطين، يقولون الدعاء ما له فائدة، كلام على القضاء والقدر، إذا كان قدر لك الشيء ولو لم تدعو فإنه يحصل، إذا لم يقدر لك فإنك ولو دعوت لا يحصل، هذه مغالطة. لا شك أن الله قدر الأشياء وقضاها، لكن الذي قدر الأشياء وقضاها أمرنا بالدعاء، فالدعاء سبب من الأسباب، والله أمرنا باتخاذ الأسباب، ولم ينهنا عن أخذ الأسباب ويقول اتتلوا على القضاء والقدر، بل قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالجواب عن هذا أن هذا مغالطة، وهذا يجري على ألسنة الصوفية وغيرهم، يقولون لا فائدة من الدعاء، لأنه إن كان الأمر مقدرا حصل، وإن لم يكن مقدرا لم يحصل. نقول هذا غلط، الله جل وعلا أمرنا بالدعاء وأمرنا باتخاذ الأسباب، وأما القضاء والقدر فهذا عند الله سبحانه وتعالى، نحن نفعل ما عندنا، وأما القضاء والقدر فهذا بيد الله سبحانه وتعالى. نعم. فظنت طائفة صحة هذا السؤال فتركت الدعاء، أنه باطل. نعم. وقالت لا فائدة فيه، وهؤلاء مع فرط جهلهم وضلالهم متناقضون، فإن طرد مذهبهم يوجب تعطيل جميع الأسباب. نعم. هؤلاء متناقضون لأنهم لو أن أحدا اعتدى عليهم ما قالوا هذا قضاء وقدر، راحوا يطالبون بالقصاص، يطالبون بالأخذ الحق من الظالم، ما يقولون هذا قضاء وقدر. وأيضا هم إذا جاعوا يأكلون ويشربون إذا عطشوا، ولا يقولون إنسان الله مقدر لنا الحياة وبنحيا ولو ما أكلنا ولو ما شربنا، فهم يتخذون الأسباب ضرورة، يتخذون الأسباب، فلماذا يتخذونها في بعض ويتركونها في بعض الآخر؟ نعم. فيقال لأحدهم إن كان الشبع والغي قد قدر لك فلا بد من وقوعهما، ولو لم تأكل ولم تشرب. نعم. أكلت أو لم تأكل، وإن لم يقدر لم يقع أكلت أو لم تأكل. نعم. وإن كان الولد قد قدر لك فلا بد منه، ولو لم تتزوج. نعم. وطئت الزوجة أو الأمة أو لم تطأ، وإن لم يقدر ذلك لم يكن، فلا حاجة إلى التزوج والتسري وهلم جرا. إذن عطل الأسباب كلها على مذهب هذا، عطل الأسباب. نعم. فهل يقول هذا عاقل أو آدمي؟
بل الحيوان البهيم مخبول. لا يقول هذا عاقل، ما يقول إلا مخبول، إن الأسباب ما تنفع، ما يقول هذا إلا مخبول. يقول العقل، البهائم أيضا تعمل الأسباب، البهائم وهي بهائم تعمل الأسباب. الطيور ما تبقى في أوكارها، بل تذهب تطلب الرزق، تغدو خماصا وتروح بطانا، هي طيور، ومع هذا تعمل الأسباب، تعلم أنه ما حصل لها شيء إلا بالسبب. ولا جلست في أوكارها تقول يجيب الله لي الرزق وأنا في وكري. كل بهيمة تجدها تبحث عن الماء، تبحث عن الأكل، وهي بهيمة ما تقف وتقول كان مقدر لي شيء بيجي. نعم. بل الحيوان البهيم مفطور على مباشرة الأسباب. نعم. التي بها قوامه وحياته. نعم. فالحيوانات أعقل وأفهم من هؤلاء الذين هم كالأنعام، بل هم أضل سبيلا. نعم. وتكايس بعضهم وقال: الاشتغال بالدعاء من باب التعبد المحض يثيب الله عليه الداعي، من غير أن يكون له تأثير في المطلوب بوجه ما. تكايس يعني أظهر الحذق وقال الدعاء ما هو علشان حصل له المقصود، ولكن لأنه عبادة فقط. يقول هو عبادة، صحيح هو عبادة، بل هو أعظم أنواع العبادة، ولكنه سبب أيضا، سبب لحصول المطلوب، فهو عبادة وهو سبب حصول المطلوب، فهو أخذ جانبا وترك الجانب الآخر. لا، ولا فرق عند هذا المتكيس بين الدعاء وبين الإمساك عنه بالقلب واللسان في التأثير في حصول المطلوب. لا. وارتباط الدعاء عندهم به كارتباط السكوت، ولا فرق. يقولون الدعاء ما له فائدة إلا أنه عبادة فقط يثاب عليها الإنسان، وليس له فائدة في حصول المطلوب، بل المطلوب يحصل بالقضاء والقدر. نعم. وقالت طائفة أخرى أكيس من هؤلاء: بل الدعاء علامة مجردة نصبها الله سبحانه أمارة على قضاء الحاجة. هؤلاء أقرب من الأولين، لكنه أيضا لا يزال عندهم شيء من الباطل، فليس الدعاء علامة على حصول المقصود، وإنما هو سبب، الدعاء سبب وليس علامة. نعم. فمتى وفق الله العبد للدعاء كان ذلك علامة له وأمارة على أن حاجته قد قضيت. ما هو صحيح، بل الدعاء سبب، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ربط الإجابة، ربطها بالدعاء، دل على أن الدعاء سبب وليس علامة فقط. نعم. وهذا كما إذا رأينا غيما أسود باردا في زمن الشتاء فإن ذلك دليل وعلامة على أنه يمطر. قالوا: وهكذا حكم، يعني هذا كلامهم، يقولون كما أن إذا رأينا السحاب أسود وبارد في زمن الشتاء هذا علامة على أنه فيه مطر، علامة على أنه فيه مطر، كذلك الدعاء. نقول هذا تمثيل غير صحيح، السحاب وإن كان أسود وإن كان بارد قد لا يحصل به مطر. نعم. قالوا: وهكذا حكم الطاعات مع الثواب، والكفر والمعاصي مع العقاب، هي أمارات محضة لوقوع الثواب والعقاب، لا أنها أسباب له. غلط، بل هي أسباب له، بل هي أسباب له. فالطاعات أسباب للثواب، والمعاصي أسباب للعقاب، ليست مجرد علامات. نعم. وهكذا عندهم الكسر مع الانكسار، والحرق مع الإحراق، والإزهاق مع القتل. يعني يطردون هذا حتى في المحسوسات، يقولون الكسر علامة على الانكسار، والمرض علامة على الألم وليس سببا له. كل هذا مغالطة، كله مغالطة. نعم. ليس شيء من ذلك سببا البتة، ولا ارتباط بينه وبين ما يترتب عليه، إلا مجرد الاقتران العادي لا التأثير السببي. وخالفوا هذه مغالاة في إثبات القضاء والقدر، هذا غلو في إثبات القضاء والقدر، غلو في إثباته حتى نفوا الأسباب. الصواب أنه لا منافاة بين اتخاذ الأسباب وبين القضاء والقدر. نعم. وخالفوا بذلك الحس والعقل والشرع والفطرة وسائر طوائف العقلاء، بل أضحكوا عليهم العقلاء. هذا الرد عليهم. نعم. والصواب أنها هنا قسما ثالثا غير ما ذكره السائل، وهو أن هذا المقدر قدر بأسباب،
ومن أسباب الدعاء. هناك أشياء قدرت على حصول أسباب، إن حصلت الأسباب حصل المقدر، وإن لم تحصل الأسباب لم يحصل المقدر. هناك قسم ثالث وهو قضاء وقدر مبني على حصول أسباب وانتفاء موانع. نعم. وهو أن هذا المقدر قدر بأسباب ومن أسبابه الدعاء. نعم، مثل الوطء في الزواج سبب لحصول الولد، فالله قدر لك الذرية بسبب أنك تتزوج وتطأ، ولو لم تطأ ولم تتزوج لم يحصل لك أولاد. نعم. فلم يقدر مجردا عن سببه ولكن قدر بسببه. نعم. فمتى أتى العبد بالسبب وقع المقدور، ومتى لم يأتي بالسبب انتفى المقدور. نعم. وهذا كما قدر الشبع والغي بالأكل والشرب. نعم. وقدر الولد بالوطء، وقدر حصول الزرع بالبضع، وقدر خروج نفس الحيوان بالذبح، وكذلك قدر دخول الجنة بالأعمال ودخول النار بالأعمال. وهذا القسم هو الحق، وهذا الذي حرمه السائل ولم يوفق له. أن هذه الأمور أسباب لوقوع المقدور، إذا حصلت حصل المقدور، وإذا لم تحصل لم يحصل المقدور. نعم. وحينئذ فالدعاء من أقوى الأسباب، فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال لا فائدة في الدعاء، كما لا يقال لا فائدة في الأكل والشرب وجميع الحركات والأعمال. وليس شيء من الأسباب أنفع من الدعاء ولا أبلغ في حصول المطلوب. ولما كان الصحابة رضي الله عنهم أعلم الأمة بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وأفقههم في دينه، كانوا أقوم بهذا السبب وشروطه وآدابه من غيرهم. كان الصحابة رضي الله عنهم يكثرون من الدعاء، وهم أعلم الأمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا يكثرون من الدعاء. فلو كان الدعاء لا فائدة له يكون الصحابة قد غلطوا. نعم. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستنصر به على عدوه، يعني بالدعاء. نعم. وكان أعظم جنديه، وكان نعم. يقول لأصحابه لستم تنصرون بكثرة، وإنما تنصرون من السماء. نعم. وكان يقول إني لا أحمل هم الإجابة ولكن هم الدعاء، فإذا ألهمتم الدعاء فإن الإجابة معه. وأخذ الشاعر هذا المعنى فنظمه فقال. نعم، يقول عمر رضي الله عنه أنا لا أحمل هم الإجابة، لأن الإجابة تكفل الله بها، وإنما أحمل هم الدعاء لأنني أمرت بالدعاء. فهو يحمل هم ما أمر به، وأما الإجابة فهي عند الله تكفل الله بها، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. نعم. وأخذ الشاعر هذا المعنى فنظمه فقال لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من جود كفيك ما عودتني الطلبة. نعم. فمن ألهم الدعاء فقد أريد به الإجابة، فإن الله سبحانه يقول ادعوني أستجب لكم، وقال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذا دعان، ما قال أجيبه بدون دعاء، قال إذا دعان، دل على أن الدعاء سبب للإجابة، وبدون دعاء لا تحصل إجابة. نعم. وفي سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه. من لم يسأل الله يغضب عليه، ولو كان كما يقولون الدعاء لا فائدة له ما غضب الله على من لا يسأل، دل على أن الدعاء له فائدة. نعم. وهذا يدل على أن رضاه في سؤاله وطاعته، وإذا رضي الرب تبارك وتعالى فكل خير في رضاه، كما أن كل بلاء ومعصية في غضبه. الذي لا يدعو يغضب الله عليه، والذي يدعو يحبه الله عز وجل، دل على أن الدعاء مطلوب وأنه سبب لرضا الله سبحانه، وإذا رضي الله أعطاك كل ما تريد وفوق ما تريد. نعم. وقد ذكر الإمام أحمد في كتاب الزهد أثرا أنا الله لا إله إلا أنا، إذا غضيت باركت فليس لبركتي منتهى، وإذا غضبت لعنت ولعنتي تبلغ السابعة من الولد. لا. ولقد دل العقل والنقل والفطرة وتجارب الأمم على اختلاف أجناسها ومللها ونحلها على أن التقرب إلى رب العالمين وطلب مرضاته والبر والإحسان إلى خلقه من أعظم الأسباب الجالبة لكل خير، وأضدادها من أكبر الأسباب الجالبة لكل شر،
فما استجلبت نعم الله تعالى واستدفعت نقمته بمثل طاعته والتقرب إليه والإحسان إلى خلقه. وقد رتب الله سبحانه حصول الخيرات في الدنيا والآخرة وحصول الشرور في الدنيا والآخرة في كتابه على الأعمال، ترتب الجزاء على الشرط والمعلول على العلة والمسبب على السبب، وهذا في القرآن يزيد على 1000 موضع. نعم، الله ربط الأشياء بأسبابها، كل شيء مربوط بسببه، إذا حصل السبب حصل المسبب بإذن الله، وإذا لم يحصل السبب لم يحصل المسبب. فجعل دخول الجنة مربوطا بالأعمال الصالحة، جعل دخول النار مربوطا بالأعمال السيئة، كل شيء له سبب، ولم يقدر الأشياء بدون أسباب. نعم. فتارة يرتب الحكم الخبري الكوني والأمر الشرعي على الوصف المناسب له، كقوله تعالى: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. بني إسرائيل لما عتوا عما نهوا عنه من قتل الصيد يوم السبت واحتالوا عليها وأمسكوها، قال الله كونوا قردة خاسئين، حول مسخهم من آدميين إلى قردة عقوبة لهم. وهذه العقوبة مربوطة بفعلهم، لما عتوا تمردوا على ما نهاهم الله عز وجل عنه، فدل على أن المعاصي والكفر سبب للعقوبة. نعم. وقوله: فلما آسفون انتقمنا منهم. آسفون أغضبون، الأسف الغضب. فلما آسفون أي فرعون وقومه أي أغضبون انتقمنا منهم، فجعل السبب في الانتقام هو غضب الله عليهم لما كفروا بالله عز وجل. نعم. وقوله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا. فجعل السرقة سببا للقطع، السارق والسارقة فاقطعوا، أي الفاء فاء السببية، دل على أن السرقة سبب للقطع، قطع اليد. نعم. وقوله: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. نعم، أعد المغفرة والأجر العظيم على هذه الصفات التي ذكرها في هذه الآية العظيمة، دل على أن الأشياء لها أسباب والثواب له أسباب، لا تحصل المسببات بدون الأسباب. نعم. وهذا كثير جدا، وتارة يرتبه عليه بصيغة الشرط والجزاء، كقوله تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. إن حرف شرط جازم، إن تتقوا الله، هذا فعل الشرط، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، هذا جواب الشرط، يجعل لكم فرقانا جواب الشرط، يعني إن حصلت التقوى حصل لكم الفرقان، وإن لم تحصل التقوى لم يحصل الفرقان. نعم. وقوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. إن تابوا، إن اسم شرط جازم، إن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، فرتب الأخوة في الدين على التوبة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. أما إذا لم يتوبوا ولم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا إخواننا في الدين، فهم كفار. رتب الأخوة في الدين على هذه الأشياء، إذا انتفت هذه الأشياء انتفت الأخوة. نعم. وقوله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا ونظائره. لو استقاموا، لو يقولون لو حرف امتناع الامتناع، لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم، لو حصلت استقامتهم لحصلت لهم السقيا، فلما لم تحصل السقيا لم يحصل، فلما لم يحصل الاستقامة لم تحصل السقيا، امتناع امتنعت السقيا لامتناع لامتناع الاستقامة. نعم. وتارة يأتي بلام التعليل بقوله: ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. كتاب أنزلناه إليك مبارك، لأي شيء؟ ليتدبروا آياته،
الله أنزل القرآن لأجل أن يتدبر، لأجل أن ما هو لأجل أنه يحفظ ويردد ويتحسن فيه الأصوات ويجود، هذه كلها وسائل ليست هي المقصودة. المقصودة تدبر، تفهم معانيه وماذا يقصد به. نعم. وقوله تعالى: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. جعلناكم أمة وسطا، أي عدولا خيارا، لأجل أي شيء؟ لتكونوا شهداء على الناس، لأنه يشترط في الشاهد العدالة، يشترط في الشاهد العدالة، فهذه الأمة يوم القيامة تكون شاهدة على الأمم بأنها بلغتها الرسالات، تشهد على الأمم بأن رسلهم بلغوهم الرسالات. نعم. وتارة يأتي بأداة كي التي للتعليل، كقوله تعالى: كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. لما ذكر الله تقسيم الفيء في سورة الحشر قال: كي لا يكون دولة، يعني أننا وزعناه على هذه الصفة وهذا النظام لئلا يكون بأيدي الأغنياء دون الفقراء، يكون الفيء بأيدي الأغنياء دون الفقراء. نعم. كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ويحرم منه الفقراء. نعم. وتارة يأتي بباء السببية، كقوله تعالى: ذلك بما قدمت أيديكم. بما قدم، أي بسبب، الباء سببية، بما أدخلوا الجنة بما كنتم، أي بسبب أعمالكم، الباء سببية، دل على أن الأسباب لها قيمة في الشرع، ولهذا يقولون قدح الأسباب، ولهذا يقولون ترك الأسباب قدح في الشريعة، والاعتماد على الأسباب شرك، فلا يعتمد على الأسباب ولا تترك الأسباب، أي تفعل ويعتمد على الله سبحانه وتعالى. وقوله: بما كنتم تعملون. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، السببية. نعم. وقوله: بما كنتم تكسبون. نعم. وقوله: ذلك بما كنتم بسبب كسبكم، والكسب هو العمل. نعم. وقوله: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. ذلك الذي حصل لبني إسرائيل من اللعن والغضب بسبب أنهم كانوا يكفرون بآيات الله، وأما لو آمنوا بآيات الله لحصل لهم الإكرام. نعم. الباء سببي. نعم. وتارة يأتي بالمفعول لأجله ظاهرا أو محذوفا، كقوله تعالى: فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. نعم. أمر بالشهادة على الأموال، الشهادة على الأموال برجلين أو رجل وامرأتان، جعل شهادة المرأتين مقابل شهادة الرجل، لأن المرأة عرضة للخطأ أكثر من الرجل وضعف الذاكرة، فإذا شهدت امرأتان تذكر إحداهما الأخرى لو نسيت. نعم. وكقوله تعالى: أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. نعم. الله جل وعلا أرسل الرسل وأنزل الكتب لئلا يقول الناس يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، ما درينا أن هنا بعث، ولا درينا أن هنا جنة هنا، ولا درينا أن هنا جزاء، لئلا يقول هذا الله أرسل الرسل وأنزل الكتب في الدنيا. نعم. وقوله: أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا. أنزل الله القرآن على هذه الأمة لئلا تقول ما جاءنا كتاب، الكتاب جاء لليهود والنصارى ونحن ما جاءنا كتاب، الله قطع هذه الحجة بأنه أنزل القرآن، أنزل القرآن وهو أعظم من التوراة والإنجيل، أعظم من التوراة التي بيد اليهود وأعظم من الإنجيل الذي بيد النصارى، القرآن هو أعظم الكتب وهو أعظم حجة. نعم. أي كراهة أن تقولوا. نعم. وتارة يأتي بفاء السببية، كقوله: فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. نعم. قوم عاد، قوم ثمود، قوم صالح، لما أن الله نهاهم عن قتل الناقة التي جعلها آية لنبيه صالح عليه السلام، نهاهم عن قتلها، دبروا قتلها، وانتدب لذلك رجل من أشقاهم فتعاطى، يعني قفز، تعاطى يعني قفز، ثم عقر الناقة، عقر الناقة
فلما عقر الناقة حصلت لهم العقوبة، فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. وفي سورة الشمس وضحاها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها، وهو هذا الرجل. فقال لهم رسول الله يعني صالح عليه السلام ناقة الله، ناقة تحذير، هذا منصوب على التحذير، ناقة الله وسقياها اتركوها واتركوا يومها الذي تشرب فيه، إذا كانت تشرب الماء يوم تسقيهم اللبن وتترك لهم الماء يوم، لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. لكنهم والعياذ بالله حملهم الكفر على أنهم عقروها. إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، فدمدم الفاء سببية. نعم. وقوله فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة غابية. نعم، عصوا رسول ربهم فأخذهم بسبب معصية الرسول، أخذهم الله جل وعلا. نعم. وقوله فكذبوهما فكانوا من المهلكين. نعم، كذبوا موسى وهارون عليهما السلام فكانوا من المهلكين، الفاء سببية، الفاء سببية فكانوا. نعم. وتارة يأتي بأداة لما الدالة على الجزاء كقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم. كما سبق آسفونا يعني أغضبونا، انتقمنا منهم، فالسبب الانتقام هو أنهم أغضبوا الله بكفرهم. نعم. وتارة يأتي بإن وما عملت فيه كقوله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. نعم، ويدعوننا رغبا ورهبا. إنهم كانوا يعني الأنبياء عليهم السلام يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. فإن هذه تعليلية، فالسبب هو أنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون الله خوفا وطمعا، رغبا ورهبا، يعني خوفا ورجاء، هذا هو السبب في أن الله أكرمهم. نعم. وقوله في ضد هؤلاء إنهم كانوا قوم السوء فأغرقناهم أجمعين. قوم سوء، قوم نوح يعني، إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين، قوم نوح أغرقهم الله بسبب أنهم كانوا قوم سوء، أي كفر ومعاصي. نعم. وقوله في ضد هؤلاء إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. وتارة يأتي بأداة لولا الدالة على ارتباط ما قبلها بما بعدها كقوله فلولا أنه كان من المسبحين فلبث في بطنه إلى يوم يبعثون. لولا حرف امتناع لوجود، امتناع لوجود، لولا أنه أي يونس عليه السلام كان من المسبحين أي من المصلين في حالة الرخاء، كان كثير الصلاة، فلبث في بطن الحوت إلى يوم يبعثون. الله أنقذه من بطن الحوت بسبب أنه كان عابدا لله في حالة الرخاء، هذا هو السبب. نعم. وتارة يأتي بلو الدالة على الشرط كقوله ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم. نعم، لو حرف امتناع لامتناع. نعم. وبالجملة فالقرآن من أوله إلى آخره نقف على بالجملة. نعم.